السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان والسعيد، ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله أنه يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. كنتمنى من الله أنكم تكونوا دائما في أحسن أحوالكم. فيديو جديد، موعد جديد، ولقاء جديد كيف العادة. هنا جيت البنات والناس والأخوات اللي كيتصلوا بيا مؤخرا وكيتواصلوا معايا سواء في الانستغرام أو لا في الواتساب. إيمان فين غبرتي علينا؟ إيمان راه حنا حالفين والله ما لبسوا جلابة ديال الشتاء إلا من عندك هاد العام. فك أول حاجة كنبغي نشكركم بزاف 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 على هاد الكلمات الغزالة اللي كيوصلوني وعلى هاد الثقة اللي كتوضعوا فيا. شكرا لكم بزاف إيمان. ماشي غبرت عليكم البنات، ولكن والله العظيم الا الوقت كيفاش كدوز راه لا اله الا الله. المهم صراحه فعلا حنا راه حنا مضغوطين بزاف بالوقت، ويعني اليوتيوب كان راه الا جيت نبقى نحط دائما الفيديوهات في اليوتيوب راه غير خصني دائما الخدمه غتبقى معطله على الناس. هذا علاش فكنحاول انني قدر المستطاع انني نصور لكم لي موديل جدادين انكم تستافدوا منهم، هكا غيبقى تواصل بيناتنا. ولكن الناس اللي حاطين عندنا عاوتاني لي كوموند ما نهملوهمش، لان التصوير راه ماشي سهل انك تصوري وتمونطي الفيديو، يعني داكشي كياخذ وقت. فكنعتذروا لكم على هاد النقطه الا كنا كنغيبوا عليكم وكتسالوا علينا. شكرا بزاف بزاف. كنبغي نشكر الناس اللي كيجيو ولاو كيجيو حتى لعندنا، يعني كياخذوا مسافات من مدن بعيده وكيجيو حتى لعندي. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، لان هاد الشهر هذا وغير هاد الويكاند هادي نهار البارح لحد اليوم الاثنين كانوا عندي الناس اللي جاونا من مدينه مراكش، يعني راه كيلومترات اللي قطعوا باش جاو. فشكرا لكم بزاف، كيجيو عندك خصيصا حتى لعندك. فشكرا بزاف بزاف، يعني هاد صراحه هذه ثقه كتوضعوها فينا، وكنتمنى من الله اننا نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه للناس اللي متابعيني في تيك توك او لا في ستوريات ديال واتساب او لا حتى على لي ستوري في الانستغرام، بالمناسبه الانستغرام هو قفطان ايمان مستعد، دائما كنحطو لكم لتحت في ليكرون تحت باش تواصلوا معايا، او لا انكم تشوفوا لي موديل. فهو كنقدر انني نبوستي فيه اكثر من اليوتيوب لانه هو سهل على اليوتيوب. تقدروا تشوفوا فيه لي موديل وكل شيء، وراني بوستيت فيه. بالنسبه للناس اللي كيوضعوا فينا الثقه وكيصيفطوا لنا تويباتهم من مدن بعيده، يعني كيخليو بزاف ديال الناس اللي في نفس الدومين حداهم وتاقوا فيك انتي فقط اللي كيشوفوك هكا في اليوتيوب ولا انستغرام وتقف المنتوج ديالك. شكرا لكم بزاف بزاف. الاخوات المهمات البنات اللي كيقولوا لي ايمان راه ارتاحينا فقط غير من خلال الصوره اللي كنشوفوا عليكم، من خلال الكلام معك، من خلال الكلام اللي كنسمعوا اللي كيتسمعوني به. فشكرا لكم بزاف. والناس اللي كيحماقوا على لي موديل اللي كنحطوا دائما كتقول لي ايمان انا عندي فيك ثقه كامله، عرفتي واحد الاحساس انا كنحس به، انا ماشي غير كنرتاح، بالعكس انا كتزادني مسؤوليه اكثر، لان واحد السيده اللي كتقول لك ايمان ديري لي اللي بغيتي، هاكي ها لاطاي ديالي وديري اللي بغيتي، انا عندي الثقه العمياء في الذوق ديالك. فصراحه هاد الناس راه فوق راسي الفوق، ماشي هذا بين قوسين، ماشي انك الا قلتي لي لا بغيت الموديل فلان فلاني راه انت لا، ولكن غير بغيت نوضح هذه الفكره، يعني راه شي حاجه كبيره بزاف ان واحد السيده تقول لك ايمان ديري لي اللي بغيتي فانا كنثق في اي حاجه غتعطيها ليا. فزعما هذا الكلام هذا راه ماشي سهل وماشي اي واحد غيقولوا لك. فشكرا بزاف، وكنتمنى من الله اننا نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم ونزيدوا نعطيكم اكثر واكثر. فشكرا كلامكم على راسي الفوق، شكرا لكم بزاف الحبيبات ديالي. اذا غادي نتلاقاو دابا من دابا شويه الناس ديال جليبات البرد، راني ما نسيتكمش الفيديو المقبل فيه جليبات البرد، ولكن دائما الاخوات كانت كيطلب مني هذا الفيديو هذا،
كيقولوا لي ايمان شي حاجه سامبل، شي حاجه ديال ديما، شي حاجه اللي نقدروا نخرجوا بها هكا غير صخره، يعني ما يكون فيها لا عقيق لا والو، غير صخره تجيبي الوليدات من المدرسه هكا الى غدا الخدمه، يعني يجلي البات ديال تولي جوغ. اليوم جبتوا لكم باثمنه جد مناسبه، وبالنسبه للناس اللي كينتظروا الفيديو ديال جليبات الشتاء ان شاء الله في الفيديو المقبل، كاينين جليبات روميين عصريين وكيف العاده شي حاجه جديده 100% من ابداعي. نتلاقاو البنات من دابا شويه. اذا الصلاه والسلام على رسول الله. دائما غادي نبداو وغنبداو كيف ما قلت لكم موديلات سامبل، شي حاجه خفيفه، شي حاجه ديال ديما كيف ما طلبتوا مني البنات. اذا غنبداو باول موديل، هو في هاد لا كولور توب اولا نقدروا نقولوا البيج. هانتوما البنات سامبل، شي حاجه بسيطه كيف ما طلبتوا مني سامبل، بالزواق ديال المعلم، شفتوا انيقه خفيفه البنات، شفتو، وبالكريب دو سوا البروميير شوا كيف العاده وكيف دائما الكريب ديال كوريا طايح وفسح سامبل. وكيف العاده البنات خليكم تشوفوا لي موديل كاملين اللي غتشوفوا اليوم في اخر فيديو، تشوفوهم ملبوسين كيف ما ولفتوني دائما. غيجي غادي طاي هذا البنات، كيجي هكا في الكتف، كيجي بحال الكتف طايح، ولكن هو لا، هو في صاله يعني في صاله ايفازي. بالنسبه للعباره البنات، الكتاف 38 والكم 36، الصدر 31 ولي هونش 34. بالنسبه للطول متر و38، الاكس ال هي اللي كتلبس هذا الموديل هذا في صاله ايفازي، ما فيها لا افتتاحات لا شي حاجه في الجناب، هابطه سامبل. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الطايات يعني راها كتلبس الاكس ال. بالنسبه للثمن البنات، الكريب دو سوا بالنسبه للثمن هذه كتبقى فقط 500 درهم، يعني ثمن جد مناسب، وخليكم حتى تشوفوا في اخر الفيديو. زائد بطبيعه الحال 50 درهم ديال الامانه البنات بالنسبه للناس اللي خارجين المدينه. اذا بالمناسبه الناس اللي كيقولوا فين انا، حيت دائما كيدوزوا عندي واتساب الناس كيسولوا فين انا، ولكن دائما كنحاول انني نكررها لكم في الفيديوهات. حنا كاينين في مدينه سارودانت وكنديروا ليفغيزون لجميع المدن وجميع الدول، يعني فين ما كنتي كتوصل جليليبه حتى لعندك. غنشوفوا هاد لا كولور هادي حتى هي، هذا القرفي بهذا الشكل حتى هو ديال البوان دو كوا جافن، شكل ديالو راقي. خليكم البنات حتى لاخر الفيديو دائما انكم تشوفوا لي موديل كيفاش دايرين. هادي في صاله مخزنيه كيف ما كتشوفوا، صاله مخزنيه، وهنا اللون راه ما بانش مزيان، اذا هنا كيبان واحد شويه الماء القرفي، ودخلت فيه هذا الباج هذا ولا هذا البلونكاسي جفن حتى هو، جا خفيف وديال ديما كيف ما اليوم كيف ما العنوان ديال الفيديو راه جليبات ديال ديما البنات كيف ما بغيتو مني سامبل خفيفه، يعني خفيفه ما فيها حتى شي حاجه اللي شارجي. بالنسبه للكتاف 32 هذا بنات في صاله مخزنيه طايحين، الكم 41، الصدر 33، والطول متر 40 راه كيتزاد وكيتنقص. بالنسبه للطايه كتلبسها الاكس ال، هي اللي كتلبسها الطايه هذه. بالنسبه للثمن هادو البنات 600 درهم، كاينين في هذا اللون وكاينين في هذا اللون ايضا، كاينين في هذا الصفيفر هذا لو جون بناني هذا، شفتوا البنات حتى هو غزال. هنا لي كولور ما عاطينش حقهم، ها هو هنا كيبان مزيان اللون، شفتوا البنات هذا صفيفر وتخدم بهاد الزيتي هذا، جات سامبل وغزاله خفيفه. المهم اليوم جليبات خفافين، شفتوا نفس صاله البنات، كتيفات طايحين يعني 32 في الكتاف 38 في الكم، وصدر 32، والطول هذه فيها متر و36، يعني تقدري تطلعي وتنزلي كيف ما بغيتي الطول ديالك. كنبقى كنديرو حتى ما بين 8 و10 سنتيم لداخل اللي كيتزاد. كاينه ايضا فواحد اللون اخر غنشوفو ليكم، ها هو البلو
كاينه في هذا البلاد جين البنات، شفتوا اللون ديالها حتى هو كيجي في الفم، ولو ان الاضاءه اليوم ما مساعدانيش ولكن اللون غزال البنات. وفي اخر الفيديو غتشوفوا اللون كيفاش جا، كيفاش خارج 100%. اذا البلو سيال البلو جين، وكتخدم خدمته بهذا الديكرادي هذا بالطرز ديال بون دو كوا. ها نتوما تشوفوا معايا الطرزه، شفتوا الشكل ديالها كيجي خفيف. بالنسبه للعبارات، الكتاف 34، الكم 44، والصدر 36، والطول متر 41. كتلبسها الاكس ال والدوبل اكس ال. شتي غزالة البنات، خفيفة. كيف العنوان ديال اليوم، فيديو ديال ديما. بالنسبة للبنات اللي كيقولوا لي راه كاينين شي مدن اللي بصح مازال ما كاينش فيهم داك البرد ديال بصح، حنا نيت هنا ما كيكونش عندنا البرد مثلا الصباح بكري حتى كتوصل ل 11 د النهار صافي وكتجي الشمس، يعني عاوتاني حتى لديك العشرة د الليل، ما بين 9 د 10 د الليل عاد كيجي البرد. يعني مازال حتى البرد مازال ما عندناش شي برد برد البرد ديال بصح مازال ما كاينش. فنطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا يا ربي بالشتيوة، والناس اللي صبات عندهم الشتاء بالصحه والراحه. لان الناس ديال كازا كيتواصلوا معايا بغاو جليبات ديال الشتاء، كيقولوا لي ايمان راه الشتاء، راه الشتاء صبات، راه حنا بغينا الجلال. كنقول لك بلي الفيديو المقبل كاينين جليبات ان شاء الله، خليك على بال باش تشوفي الفيديو المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتكوني سبقة لان الكمية راها محدودة جدا. كاين هذا الموديل هذا تا هو غزال، فن انيق راقي صراحة، هذا غزال تا هو. هذا اللون هذا واحد المارون بحال هكا كيف ما هو كتشوفي في الفيديو، راه خارج هو هذاك في الصورة مارون البنات. وخدمته بهذا الموطاط هذا، جا غزال، خديمة ديالو أنيقة راقية، وديال ديما حتى هو البنات، جليبات خفافين. بالنسبة للعبار، الكتاف 40، هذا الفصالة البنات واقفة ماشي إيفازي، الكتاف 40، والكم 58، صدر 30، والحوض 34، والطول متر 38. بالنسبة للطاي كتلبس الإكس إل، يعني اكس ال. الناس اللي كيحسبوا بالارقام لان كيدويو معايا في واتساب، كيقول كاينين الناس اللي كيحسبوا لا طاي ديالهم بالارقام، يعني تلبس ما بين 40 و 42، الناس اللي كيلبسوا 40 و 42. بالنسبه للعبار بالضبط انا قلت لكم شحال، يعني الكتاف ما عليك الا انك تعبري الكتاف، والربع ديال الصدر البنات راه كيتعبر من هنا لهنا، يعني من هذه الخياطه هذه حتى لهنا حتى النص ديال الربع، وهكاك عاوتاني كتعبري كتعبري لي هونش، وكتعبري الطول ديالكم والطول ديالك كامل، يعني ساهله البنات. نشوفوا البنات هذا الموديل هذا، خفيف واحد الموديل في البناني حتى هو فن، حمقني هاد لاكولور هادي، هاد الموديل هذا. شوفوا البنات شتي كيفاش داير فن بناني، وخدمته بهذا الموف هذا، شفتو دخل فيه الموف، شوفوا الخديمه كيفاش دايره، فنيونه رويقيه. هي راه في صاله ايفازي، يعني كتاف واقفين، وهاد الديطاي هذا كيجي هنا البنات، كيجي هنا، نتوما غتشوفوا في اخر الفيديو كيجي هنا باش كيبين بحال الكتف طايح. الناس اللي ما كيزعموش عليه كيطيحوا الكتف، فهاد الموديل هذا كيجي زوين الكتف طايح، وكتجي سامبل البنات. بالنسبه للعبار 39 في الكتف، الكم 55، والصدر 31، لي هونش 33 34، والطول مترو 38. كتلبس ما بين الال والاكس ال، يعني تلبسها انا هذه وتلبسها حتى اللي كتلبس الاكس ال، يعني تلبسها من 38 حتى ل 42. ونشوفوا الموديل تقريبا الاخير اللي معنا هنا، لا باقي واحد الموديل اخر. عفوا البنات، هذا بالنسبه لهذا الموديل 500 درهم، هذا 500، والموديلات اليوم ديال اليوم كاملين ما بين 500 و600 درهم، يعني موديلات في المتناول. وبالنسبه للكريب راه برومي شوا، يعني الكريب مزيان. شوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي بالغوج بغيك، حتى هو كيفاش داير، خفيف سامبل، يعني بساطه. اليوم جبت لكم البساطه، الناس اللي كانوا كيطلبوا مني بزاف هذا الفيديو هذا، انا جبته لكم
سامبل البنات فيه هكا زواق المعلم. شوفوا الخدمه كيفاش دايره بحال ديما البنات، شفتوا سامبل خفيفه ورويقيه وادميه، يعني ديري لها دي ديري لها فولار باللوينات يكون في اللون ديالها داخل في اللون ديالها وداخلين فيه اللوينات، كتجي فنه وتجي راقيه وغزاله، يعني طون سيغ طون راه لا يعلى عليه صراحه. كنلبسوا الالوان تنعيه ولكن دائما كنرتاحوا في اللون في اللون. بالنسبه للفصاله ديالها كيف ما كتشوفوا راها ايفازي، يعني كتافات واقفين. بالنسبه للكتاف 38، الكم 55، الصدر 28، والحوض 32. هذا راه بالنسبه اللي عندها الحوض كبير على الصدر، لان 28 في الصدر و 32 في الحوض. بالنسبه للطول مترو 38، تلبس ما بين ال والاكس ال، حتى هي نفس الثمن 500 درهم. اثمنه مناسبه اللي يعني ومشجعه. غادي نشوفوا اخر موديل البنات اللي هي هذه، هذا البنات شفتوا معايا، هذه حتى هي طون سيغ طون غزاله البنات، خفيفه ورويقيه البنات. هذه حتى هي شوفوا معايا الخدمه، شوفوا الديتاي، حتى هي مخدومه بكاتر فيل وفيها هاد شواروفسكي. هذا كتجي هكا خديمه نقيقيه ديال ديما، ولكن البنات هنا ما بانش ليا اللون الاصلي، اللون الاصلي راه ما بانش ليا مزيان. بالنسبه للقياس ديالها هذه ما درتش فيها القياس، ولكن راه بحالها بحال اخر جلابه اللي وريتكم دابا، راه نفس القياس. كنتمنى من الله ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. جليبات خفافين كيف ما طلبتوا مني ديال ديما، انتظروا الفيديو المقبل اللي غيكونوا فيه جليبات الشتا. حتى لهنا غنبغي نقول لكم بسلامه، خليكم تشوفوا لي موديل في اخر الفيديو، ما تنساوناش من لايكاتكم وشكرا على حسن الثقه اللي كتوضعوا فينا. تبقوا على خير وبسلامه. آه يا لالا وصلت على نبي.